بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا وحضورنا الكريم والمميز هنا المبدع على هذا الانطلاق الموفق لهذه الانطلاقة الجميلة ليسن الإذاع ما شاء الله. شوطنا الرابع، شوط الجعدان، المهجنات الأصايل ما شاء الله هنا يذهب ويسير في صدارة وعنوان هذا الشوط. شوط الجعدان المهجنات الأصايل أيضا له بصمة وله جمهور وله آراءات جميلة هنا على أرضية هذا الميدان ما شاء الله. أذهب إلى الصدارة هناك مع شاهين اللي يستفتح إذاعتنا بهذا النداء الجميل والميز، مشرف مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ما شاء الله، محمد بن سعيد بن حلوة. ولكن المركز الثاني يأتي فيه البطل لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم خلف بن مطر بن علوان، هو المتألق مع هذا الأداء. وفي ثالث المراكز اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم مع محمد بن عبد الله بن صبيح اللي هو مليح النقله على رابع المراكز. من ياتينا مليح لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وسيد محمد بن يمع بن صبيح الفلاسي. وفي المركز الخامس هناك لسيدي سمو شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اللي هو مليح عبد الله بن علي ابو نواس. وفي المركز السادس ما شاء الله الحذر هناك على سادس المراكز السيد عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان من يتواجد سادسا. وفي المركز السابع هناك مياز للشيخ حميد بن سلطان بن سالم القاسمي وسعيد بن محمد بن سعيد الفلاسي. وفي المركز الثامن هنا مفتن لسالم بن سلطان بن رشيد. وفي المركز التاسع والعاشر كلهن تعود ملكيته لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن حمد بن خدير آل الشبي. هكذا كانت النتيجة للمراكز العشرة، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام كاملة مكملة ما شاء الله هنا مع هذا الانطلاق الجميل وهذا الانطلاق الموفق من نوعه الفريد هنا لهذه الهجن العربية الأصيلة لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل شاهين. هو حتى هذه اللحظة يعني مسيطر على المركز الأول مندفعا على مقدمة الشوط مبشر هنا بعلامات النصر إن شاء الله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوة. ولكن أرى التغيير هناك مع الحذر اللي من هذه اللحظات يحذر الجماهير بأنه سيد هذا الشوط السيد عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان هو من يتواجد وغير على صدارة هذا الشوط. النقلة هناك على البطل سوف هل سوف يكون بطل هذا المسلسل التلقائي هنا من هذا اليوم الثالث على الانطلاق هنا بسن الإذاع لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع خلف بن مطر بن علوان ما شاء الله من يتواجد من يندفع هنا البطل على المركز الثالث. النقلة على المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق الجميل على رابع المراكز ما شاء الله. من يأتي مياس للشيخ حميد بن سلطان بن سالم القاسمي وسعيد بن محمد بن سعيد الفلاسي رابع المراكز. والمركز الخامس مليح لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ما شاء الله هنا مع محمد بن عبد الله بن صبيح مليح أيضا على المركز السادس. وأقول هناك لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع المميز عبد الله علي بن عبد الله أبو عبد الله بن علي بن واس ما شاء الله. نقله على المركز الثامن اللي في المركز السابع والثامن أيضا من يأتينا شاهين وتاسع أيضا المراكز وعاشر المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد بن راشد بن غدير الاشتبي. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة للمراكز ذعناها عليكم بالهو تمام. ولكن بن كعيب بدأ يندفع أيها الأخوة يغلص الفارق سعار الصياد سعار الأسامي الجميلة والمتواجدة في عزبتها الخاصة ما شاء الله. الله يا بن كعيب شكرا يا أبو حميد على هذا الأداء وأداء هنا الحذر على المركز الأول مسيطرا على مقدمة الشوط. ولكن دير بالك
دير بالك من حلوه ايضا التوائز بشعر سمشق مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على ثاني المراكز ايضا لهم بصمه في هذا التاريخ الجميل والمميز. شاهين والحذر هنا ثنائيه على الصداره على المركز الاول والسلام يذهب ويرحل الى اين؟ هذا والعلم عند الله. ثنائيه على المركز الاول، ثنائيه هنا على صدارتي هذا الشوط. يلا يا الحذر، يلا يا شاهين، يلا يا شاهين، بدا مياس يقترب، بدا مياس يقترب، محميه نادي الشبه بدات تطلق وتدفع ايضا باساميها الجميله والمميزه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبارك الرحمن على هذا الاداء الجميل. شكرا للمحميه، شكرا لمحميه محميه نادي الشبه هنا الحامله هذه السلالات الجميلة والنوعية من نوعها الفريد من نوعها الجميل، تبارك الرحمن. شكرا للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم هنا على استمتاع جماهير هذا الشعار التي أتت للمشاهدة للمتابعة. ماذا لديه الجديد؟ فها هي النقطة الرابعة هي الجديدة في هذا الشوط. تهانينا أول وثاني المراكز ميات للشيخ حميد بن سلطان القاسمي المركز الرابع، الحذر لعبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان خامس مراكز، من يأتي في شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا والناموس، تهانينا والناموس مرة ثانية للمرة الرابعة. 6 دقائق التوقيت الزمني 18 ثانية 95 جزء الثاني هو توقيت شاهين بالحقيقة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وشكرا دائما للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي.